من قناة الجديد مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج للنشر مباشرة على الهواء. في حلقة الليلة وكما في كل حلقة من حلقات للنشر، المواضيع متعددة ومتنقلة بين كل ما يحدث خلال الأسبوع أو خلال الساعات الماضية على كل المستويات، سياسيا، فنيا، إعلاميا، اجتماعيا، وحتى اليوم لدينا موضوع على المستوى الطبي. فخلونا بداية نتوقف مع أبرز عناوين حلقة هذه الليلة ونبدأ بعدها بالتفاصيل. تعرفوا معنا في للنشر على حقيقة أغنية تي رشرش. بعد إنقاذهم قبل سنة بقي أحدهم مفقودا بظروف غامضة، فكيف سيظهر اليوم؟ هل صحيح أن من حق الزوجة أن تغرم عذريا بغير زوجها؟ صدرها الكبير تسبب بأوجاع في ظهرها، نصحوها بعملية تجميل فحصلت الكارثة. هل استفز عاطف مجدلاني نبيل خوري بأكيد أكيد أكيد؟ أكيد أكيد أكيد. إذن حلقة بمواضيع مثيرة وجدلية، نبدأها بموضوع فني بأغنية شغلت الشارع اللبناني والشارع العربي، حتى بكلمات يبدو أن البعض قد فهم المقصد منها والبعض الآخر لم يفهم ماذا تعني كلمات هذه الأغنية، ولكن الجميع يرددها: ترشرش ترشرش ترشرش، رش المال بالدولار وبالريال. واليوم صار لرش المال أغنية خاصة يتنازع عليها المغنون والمغنيات من سوريا إلى لبنان والأردن، وربما بعد سوريا ولبنان والأردن إلى أماكن أخرى. تيرشرش 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 تيرشرش، ناشرها عالرماني دق الماني دق الماني، بعودك يا طول الريحان عيون عيون الغزلاني دق الماني دق الماني. لبست النورة أبيض الرامي بيحب مجنون دق الماني دق الماني. تيرشرش تيرشرش موضة هذا العام في لبنان، انتشرت في الأعراس، البيوت، الشوارع والسيارات وعلى الهواتف النقالة، ولا تخلو السهرات مهما كان نوعها من هيصة تيرشرش. الكبار والصغار يرددونها من دون معرفة نص الأغنية، كل يرشرش على هواه والكل يغني على ليلاه. ماذا تعني كلمة تيرشرش ومن أين جاءت؟ تيرشرش يعني تي رشرش شاي، تي رشرش شاي يعني تيرشرش، يمكن برمزولة للطير اللي مثلا كيف يطير، بس طير أزرق طير مبرقع. نعم رشرش الزراريع يعني سمعها بس ما مش متذكرة شو هي. طيب شو معنى؟ الندى الندى وارشو كذا. لا تيرشرش في لغة الحانات وروادها هي دعوة للرجل كي يرش المال على الراقصة أو المغنية أو حتى على المغنين، ومن هنا فهذه اللغة يفهمها جيدا كل أهل الفن. والله ما فهماني منها شيء، بس إنه موسيقتها حلو وبتدبك هالشبيب وهالصبايا عليا، بس مش أكتر. رامي الحسين صاحب هذه البدعة هو لبناني الجنسية من عكار، وبعدما حازت على كل هذه الشهرة صار يرددها مغنون كثر ومن بينهم الفنان محمد اسكندر. لك
ومع انطلاقة أغنية رامي استعاد الناس أغنية مماثلة لمغنية تدعى لونا فارس، النص فيها أكثر وضوحا وشرحا. تيرشرش والتي اختلطت اليوم مع دق الماني فضحت لنا المزاج العام، فهل يعني ذلك مزيدا من الانحدار في الذوق العام؟ أم هي مجرد نغمة تفرج عن الضغط اليومي للناس؟ في هذه الفقرة استضيف الفنان رامي الحسين، مساء الخير. مساء النور. وايضا الشاعر الغنائي الاستاذ طونيا بكرم، مساء الخير. اهلا وسهلا فيك رامي. شو يعني ترشرش بالاول؟ يعني اليوم كنا عم نشوف المواطنين بالشارع كل واحد عطاها تفسير، واحد عطاها تي رشرش يعني شاي اسمه رشرش، تي احنا مركبين رشرش انتم مركبينه، حدا عطاها طير انه ممكن يكون طير قصدك في طير. لا اكيد لا. بعدين اللي انفهم منه انه هو رش الاموال على الفنان اللي بيكون عم بيغني بصيروا يرشوا عليه المصاري، وهيدي كانها عم تكون عم دعوه للحاضرين انه يرشوا الاموال. كل شخص استوني بيفسر الترشش على ذوقه، يعني مثل ما هلا تفضلت قلت ترشش، شي بيقول ترشش مصاري، انا بالنسبه لي هي ترشش فضفض. انت عم تفضفض يعني اليوم انت بتكون دجان شو بتقول؟ بدي فضفض، بدي روح فضفض مش ترشش. بدي روح، ما فيك تقول ترشش مصاري. لا ما ترشش، ما كل واحد عم يفسر على ذوقه. صار انت هلا عم تقول لي شي بيقول مصاري شي بيقول طيب، بس ترشش يعني من رش، من رش الشيء. شو طوني؟ وبالاغنيه اللي غنتها البنت قالت ترشش اموال ودولارات وريالات. يعني هي يعني شو رشرش معنى طارش يعني على مش تفضفض اذا بدك مش تفضفض تفضي الجياب يعني هي يعمل لك انه لا انه ضجر بيصير في ضجر. انت اليوم هلا عم تسمع الاغنيه تيرشش تيرشش، بيجي بيقول لك شخص انا بدي اروح اليوم تيرشش، بدي اروح انبسط، بدي اروح كزر، بدي اروح اسهر. هي بفسرها مطلع لا لا مضبوط مضبوط. انت منين اجت الغنيه؟ انه كيف تغنيت هالغنيه؟ يعني كله بيغني تيرشش بس انا قدرت توصلها بطريقتي. الغنية مش إلك، الغنية هي صوت على الكيبورك. استاذ يمكن بيعرف هو صوت ناي رش على الكيبورك. صوت ناي بيجي بالكيبورك رش. انا وان مان شو، انا وان مان شو اساسا، بقدر العب باي طريقه باي اغنيه وباي كلمه. لحق جمله موسيقيه يعني وغنى عليها، غنيت عليها التتر عامل عامل هالقصه ترشش. والعالم مشيت، بس برافو عليه يعني عمل هيك، يعني انه انا بنصحه كمان يترشح انتخابات هلا بعد فتره، لانه جرى العالم كله وراه والعالم مش عارف ليه انه ترشش ويلا ومشيت هالناس. هي انا هي صار في مشكله، في مشكله على مستوى كل الاغاني مش عارف شو لها علاقه دق الماني بترشرش. ما خصها وليش داخلين ببعضهم؟ ما خصها، بتقدر تدخل ترشرش باي اغنيه. هي كلمة دق الماني موجودة بهيدي، وهي موجودة بأغنية أحمد عبندة من 8 سنين بالأردن. أحمد عبندة هو صاحب أغنية دق الماني الكوبل الأولى، يا أبو الشوارة الحمراء نشرها على الرماني. على اللحن ذاته؟ تقولك يا عود الريحان. هي جاي لحن شوبي، لحن أردني شوبي. طب سمعنا هيك مقطع تيرشرش صغيرة. ولا تيرشرش تيرشرش يا طوني تيرشرش. انا عندي فيها الكلمة، فيها معاني قويه الغنيه. شوف فيها اشياء ثقافيه يعني انا الغنية. عندي هون المدخل تبع الغنيه تيرشرش 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 تا 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 ولك تيرشرش 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 تي 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 وتيرشرش تيرشرش تيرشرش تيرشرش. بس هيني هيني هالكلمه هيني، قديش فيها ثقافه وقديش فيها. طيب ما فيها توجيه للمجتمع تيرشرش. طيب قديش كلفتك هي تخشخش فيه تخشخش. الاغنيه كلها والتيرشرش والاعلام والشهره ما كلفتني الف. حبوا للاغنيه، كل شيء في راديو بلبنان زي على الاغنيه، كل شيء في حفلات، كل شيء في مطرب غناها من بعدي. شفنا الفنان محمد اسكندر عم بغنيها، كله غنوها من بعده، كله عم بغنوا. وهلا انعملت باستديو، يمكن بيعرف الاستاذ طوني، انعملت باستديو
يمكن دق الماني كان عم بيغني. انا الشخص هي فيها دق الماني اصلا الغنيه فيها دق الماني وعن شويره الحمراء اللي هي عند الاردنيه العقال الاحمر. نعم. الغنيه اصلا اردني يعني خلينا نرجع مظبوط الاصل اصلا اردني الغنيه هي الاصل الكوبلي الاولى اردني ما تبقى لما بقول انا لبست اجمل بنطلون رامي بحبها مجنون لبست اجمل تنوره السمراء بحالها مغرور انا قدرت بزيد عليها جمل يعني هلا يعني فيك تضل تزيد كل يوم جملتين ثلاثه يعني اليوم انا عملتها بالايقاع اللبناني الدبكه اللبنانيه بالزمر هي جاية شوبي وانا وين ما نشوف بقدر اعمل الاغنيه مثل ما انا بدي. طيب انت كنت منتظر لما تعملها انه هاي الغنيه ابدا تركيب هول الكلمات هيك بهالشكل يعملوا هالضجه بالبلد يعني؟ انا غنيتها بحفله بعكار غنيتها ما كنت عارف اذا بده يصير هيك ما كنت عارف ابدا ولا مستنظر يصير هيك. طيب عم تنطلب على حفلات هلا على اساسها؟ كثير كثير الحمد لله من فضل الله. طيب في سقافه في سقافه بالمجتمع قوي توني توني لا نحن هيدا اللي بدي اقول لك بدي اقول لك ايه نحن اليوم نحن اليوم عندنا هيدي الظاهره صح. هلا انت بتنزعج منها كشاعر اغنيه بتنزعج هي بتقول لك اني انا شاعر بقعد تركب كلمات وبقعد تعامل وبقعد انه بيجي شخص بيركب لك جمله تراشراش تراشراش بيخرب الدنيا بتكون واحد شاغل حاطط دم قلبه مثلا ما بيقدر يوصل مثلا في مره بلبنان انشهرت غنيه غنوها كل العالم ما بيعرفوا شو معناتها قصه الحصودي نعم قصه الحصودي مثلا كل العالم صارت تغني الحصودي صاروا يتخانقوا لا انا غنيتها قبلك لا انت غنيتها قبلك هيدي حاله خاصه انا ما حدا كان وقتها فاهم شو الحصودي ليه عم بيصير هيك مشكله كحاله خاصه هيدي الاغنيه بس هي المشكله صارت معممه على مستوى الغنية اللبنانيه بشكل عام في انحدار كثير قوي صار بالاغنيه نعم. ليه لانه ما في رقابه وهلا صرنا كل ما عم نحكي بالموضوع صفينا عم نعمل خصومه مع الناس اللي عم تشتغل بهالاغاني والخصومه عم تحول عدائيه بس لانه اجاني رساله من زميلي رحاب ظاهر بتقول دق الماني هو فولكلور اردني ودق الماني تعني وضع العقال بطريقه مايله صح قلت لك انا هي تراث اردني فعرفت كيف طوني صارت القصه من الخصومه للعدائيه لصارت للتخريب على مستوى الفني صارت مثل انكيات فانا برايي صار في حل لهذا الموضوع المفروض ينطرح وينعمل له لحتى نحد من احضار الاغنيه اللبنانيه شو في عطرشة كثير هينه هلا نحن انا بوجودي معك اذا بتحب اعطيك فكره وبتحب تبنيها وخلي يكون للنشر هو عراب الاختراع انا على راسي وانا يعني دائما حل موجود دائما بس انا اليوم عم بنشوف يعني عم نشوف انه هالنوعيه من الاغاني عم تجرف السوق الحل موجود يعني بغض النظر بغض النظر يعني مع احترامي لكل الفنانين مثلا فارس كرم فنان من الطراز الاول صوت حضور مميز غاب فتره عن الساحه يعني حورب بطريقه او باخرى غيبوه رجعته للساحه شو كانت باي اغنيه رجع بقصه قصر تنوره يعني العالم يعني ما بعرف انت لازم تلحق الناس هلا كشاعر كثير وعملنا كثير يبدو انه ما قدرنا ضوينا وما فادت في حل لازم يكون الحل والخاضع للنظام الحل انا هلا من عندك محمد اسكندر شرحه غيب فتره طويله عن اليوم الساحه اليوم عم يلحقوا رجع باغاني طوني اليوم انت بتفوت تحضر سهره من جاي تيسمعك من جاي تيسمع الكلمه عم يرقصوا في رتم في رتم اليوم انا عملت دق الماني عملتها رتم صار 7 سنين طالع بالاردن انا اليوم غيرت الريتم انا وما شو عملت ايقاع طبل اليوم عملت ايقاع للدبكه اللبنانيه العالم صارت عم تلحق الريتم مش عم تلحق ما عم بيسمعوا كلام ما بفي يعني. ما بفيك اليوم عم بيسمعوا باجرايهم العالم ما بفيك طيب انت اخذ مطلع كامل من احمد عبنده اخذ استعزمته بهالموضوع لا مش انا مش عامله باستديو مش عامله سينجل وبحق له يغنيها بالمسارح ما انا انا مش انا مسجل هلا كل حتى مش مسجلها بحق له يغنيها هلا في كثير فنانين اذا سجلها غلط بس قبل طوني كان عندك اقتراح انا عندي حل متوجه فيه هلا عبر منبر عندك وان شاء الله تكون انت العراب مع برنامج النشر لا وزير الثقافه اذا ممكن يشكل لجنه تراقب النصوص الغنائيه وتمنع او تسمح للنصوص قبل تسجيلها وقبل بثها على الهواء وقبل تنزيلها على الاذاعات وهذا الموضوع بينعمل لجنة من أهل الاختصاص كل إنسان بده يغني بيجيب هالنص لعند هاللجنة أو بتوافق له هذا النص بيقدر ينزل أو بتقول له عدله أو بتمنعه بيتعمم على الإذاعات بيتعمم على الاستوديوات بيتعمم على شركات الإنتاج ما في أغنية بتنزل على السوق ما معها موافقة من اللجنة الرسمية المشكلة بوزارة الثقافة شو ما كان الموضوع استاذ طوني ما فيك
ما فيك تمنع شخص. ما عم بمنع، نحن عم نحافظ على النظام. انا عامل انا نظام. انا دق المعني، انا ما عم بعتبر الترشح، ما انا عبر عم بعتبر صوت. في اغاني ثانيه بقول لك شغله بتحكي عن القتل، بتبقى عم تسوق سيارتك عم تسمع بقتلك وبقوسك وبدمرك، بتصير خايف يقتلوك انت وبالسياره. بطل في شيء اسمه غنيه، في انحدار، لازم تتنظم. انا بتوجه صرنا بناخذ معك الوزير السقفي فارس اسكندر مثلا، عامل غنيه اسمها شوي سكسي، ما سمعت طبعا. لازم تتنظم. عم بيبرر انه هو هيدي دعوه لمكافحه التحرش الجنسي. لك يا اخي انه ما بقى فينا نكافح التحرش الجنسي، خلي يكون في لجنه من اهل الاختصاص تقرر كل اغنيه اي مفردات تسمح انها تغنى واي مفردات لا. انا بتوجه من عندك لمعالي الوزير جابي ليون، ومستعدين نروح لعنده نقترح الفكره كامله، يشكل لجنه لحتى يحافظ على المجتمع اللبناني واللي بقي من المجتمع اللبناني على اي نوع من الاغاني مسموح تنزل. في لجنه بتجي بتقرر هيدا الكلام لازم ينحذف، هيدا الكلام لازم يتغنى، لازم ترجع الاغنيه اللبنانيه لمجدها مطرح اللي كانت. طيب بس بايام بايام المجد اللي عم تحكي عنه كان في اغاني من هالنوعيه كانت تنزل. بده يكون في لجنه، يمكن وقتها كان ما في لجنه، بده يكون في لجنه تراقب وتحاسب وتمنع اذا ما في لجنه. وهلا وزير السقافه المفروض يتبنى هيدا المشروع ويكون انجاز لوزاره السقافه ليحافظ على الاغنيه اللبنانيه، والا الاغنيه اللبنانيه اورفوار، ما بقى فيها نص الارزه نشفت المرشه، انتهت الاغنيه اللبنانيه تدمري. قديش اجاك حفلات عليها هيدي من وراء اغنيه تيرشرش ودق المون؟ مش الحال، خير الله. لا يعني بكل المناطق اللبنانيه، انت كنت محصور بمنطقه عكار. لا قبل. لا لا لا، انا اساسا طوني انا وين منشور. اوكي بس كان عملك محصور هلا طبعا اي اغنيه بدها تطلع هلا بتنحصر بمنطقه بعدين بتنتشر على مناطق ثانيه. طيب اليوم وين عم تنطلب على حفلات؟ وين ما كان، مهرجانات، حفلات خاصه، اعراس، وين ما كان. طيب ولما تغني ترشرش بيرشرشوا عليك؟ صدقني ولا حدا بضل قاعد، كله بيرشرشوا عليك مصاري؟ لا عم نحكي صراحه، انا ما بسمح بهالشيء. هي منا دعوه انه يرشرشوا عليك مصاري؟ هذا الشيء ما بسمح فيه انا. هي منا انت اعطوني عم تقلي ترشش مصاري، بقول لك الواحد يفسر، يمكن عم تقول بترشش مي بالعراق. بده يجي يوم يرشش مي بالعراق، بده ترشش بدها تطلع معي، بده يجي يوم الدفاع المدني يسه بدها تطلع معي عند وزير ما راح يلحق قد ما بده يرشش مي. اعطوني اليوم 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 بيجي الشخص بسمع اغنية اذا منها مفهومي بسمعها، منها مفهومي. هلا لانه ما حدا بيعرف شو معناتها الترشش قاعد عم يسمعوها، ما عم بقول لك ريتم بوكس هو الايقاع، الايقاع هو كل شيء. لما انا عم دخل فيها هالزمر وهالايقاعات معقول توني تعمل هيك؟ غير لا مش تيلي ابدا انه قطعت هالاغاني، لا ما في. اذا بدك تعمل شغله مش مقتنع فيها وبيزعجك انه هيك نوعيه اغاني تفوق. هلا بالنسبه لإلي رامي بطل، عمل بطل، ما زال في ناس هالقد حبوه، جرن كلهم ورا، ما عاد بينصحوا يترشح على النيابه، مش بس يغني ترشح، ما العالم ما عم بيفهموا شيء، عم يرقصوا باجريهم، يسمعوا باجريهم. خلينا نطلع لوزير السقافه انا وياك ونطرح حل لهالمشكله اذا عجبك. انا مستعد اخذ موعد نطلع لعنده اذا بيتبنى هالفكره تشكيل لجنه مراقبه النصوص الغنائيه قبل تسجيلها. بيجي هل اللي بده يغني بياخذ موافقه على النص. انا عجبني بس تشوف الفنانين اذا عجبهم يصطفلوا الفنانين، يصطفلوا الفنانين، لازم يكون في نظام تتنظم. لانه هذه الدعوه نطلقها من هذا المنبر وبنتبعها، بس ما بعرف اذا انعملت. صدقني كل الاغاني اللي مستواها متدني رح بطل تسمعها، لانه رح يصير في محافظة على الأغنية اللبنانية بغض النظر عن ترشش اللي ما فهمت منها شيء أصلا، بس عم بحكي على الأغاني كلها اللي مستواها متدني. سيستوني بس شغلة وحدة، لما شخص بيكون عم يغني بحفلة، بيكون عم يغني بحفلة، هالسيدي انطلق بإيد، هالسيدي أعطيتك إياها لإلك أنا، وبلش ينطلق من شخص لشخص، كيف بدنا نمنعه؟ ممنوع تغنيها بحفلة، المطعم بدك تبرز له إنك أنت معك إذن من وزارة السقافة تتغني هذا الكلام. ما فيك تعمل نظام؟ ما فيك تعمل نظام؟ ما فيك تعمل نظام؟ شو هالكلام هيدا؟ في خطة كاملة تعمل نظام؟ شو هالكلام هيدا؟ كمان بدك تعطي للمطعم شو بدك تغني عنده؟ ممنوع طلع غني عم بسبوا، عم بيطلعوا بسبوا بغنوا أغاني مسبات والعالم عادي. هي وقفت على أغاني مسبات، ما في برامج عم بيسبوا فيها. يصطفوا، نحن علينا بالأغنية، موضوعنا الأغنية. السياسيين بيطلعوا بسبوا بعض موضوعنا الاغنيه، مش موضوع الاغنيه. فينا فينا نعمل تنظيم الاغاني وبس على الاذاعات ضمن الوقت، بس ممنوع تمنع انه تتغنى. كل الاغاني كل الكلام اليوم عندنا، اليوم عندنا اثنين طوني، اليوم عندنا اثنين طوني، بس صعب انه انا لما بكون قاعد بحفله بدي غني لمحمد اسكندر، بدي غني لفارس كرم، بدي غني للكل، صعب انك تمنع هذا الشيء. اوكي بتمنع لما حدا بيعمل اغنيه ما فيك تسجل بالاساس هالاغاني، ما فيك تسجل هاي الاغاني بالاساس، بدك اذن وزاره السقافه مسموح هذا الكلام يطلع على المجتمع. بتغني بالمطاعم ما هي بس يبطل فيها الاغاني، بتبطل تغنيها بالليالي،
لانه بطل في منها بالسوق بيكون. طيب. لانه ممنوع تنشرها الا باذن وزاره الثقافه. الناس حبت لانه هذا اللي عم يتقدم لهم، ما عم يتقدم لهم. لا عم يتقدم اشياء كثير ثانيه. ليش؟ انت ما عندك اغاني اليوم بالسوق؟ بلا اكيد، بس عم يتقدم لهم هاي الكميه. عندك اغاني بالسوق؟ بلا شو لك. طيب اغاني كلها عم يتقدم. فضلوا فضلوا هاي. ما هو هلا شو عم بصير؟ هو جايب خمس بطيخات، قشر البطيخات، اكل القلب وراح باع القشر وعم ياكلوه العالم. هذا عم بصير. اكلوه. عم ياكلوه، هاي مشكله. لانه عم يبيعوا من القشر، لانه حبوا بيع القشر. اليوم كيف بتوقف بيع القشر لما تيجي تنظم؟ رامي منو واقف عند اغنيه تيرشش مش او دق انت؟ مش انت او اي مطرب؟ انا بقدر، انا يمكن اليوم اقول له استاذ انا بدي كلمات حلوين. بدي كلمات اعملها بشيء. فيك توقف اغنيه لما بتنعمل باستديو. اذا اخذ كلمات برايك من توني ممكن تنجح الغنيه مثل ما نجحت نجد الماني؟ مش ممكن كثير استاذ توني على راسي حبيبي. بس الشغله بدي لك اياها توني انه بس انه خلص الوقت. بس بدي اعتذر، هذا الموضوع نحن بليز خلينا نتابعه بتحفظ على مواضيع في نصوص، في خطه كامله. بنطلع عند معالي وزير الثقافه، يتمنى يسمعنا اذا ما سمعنا اليوم بالاعاده بكره ان شاء الله حدا يخبره ويعطينا موعد نطلع نعطيه خطه كامله للمحافظه على الاغنيه اللبنانيه. وانتو للنشر هو عراب بيكون المشروع. بكتب اذا هو بيحب تيرشرش كمان. لا اكيد بيحب. لو حتى ما انا المشكله مش تيرشرش. ما هو التالي ونتابع على النشر في حلقه الليله. نتابع برنامج للنشر، ولكن بداية كمان أود أن أتوقف عند هذا التوضيح من الأستاذ عبد الغني طليس الذي أكد لنا أن الدق الألماني هو الدق أو الدق على الخد، يعني المال طريقة الدق اللي بدقوها. أما أبو شويرة الحمراء هو اللي بيعني العجال ربما المايل اللي أصادته زميلتنا رحاب ظاهر. شكرا على هذا التصويب. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة لاقت أو أثارت جدلا كبيرا في المجتمع اللبناني خلال عرض فقراتها بالمواسم المقبلة، وهي العائلة التي كانت تعيش في مكب للنفايات وتدخلنا يومها وأقله تم إنقاذ الأولاد أو الأطفال، أطفال تلك العائلة، وتم وضعهم في مؤسسة تتم رعايتهم فيها وهم اليوم في أفضل حال. ولكن وقتها كنا نسأل عن ولد هو الأكبر وهو مفقود له مدة من تلك العائلة، يعني وقتها سألنا الأم قالت ما بعرف عنه شيء وهذا موضوع قديم، سألنا البي كمان قالت ذات الشيء، بعدين صار يقولوا أنه هو ابن الأم منه ابن البي، حتى في اتهامات وجهت في الكواليس أنه ربما قد يكون تم قتله أو تم استبعاده. كل هذه الأمور طرحت وتركت علامات استفهام، وفجأة هذا اللغز عاد ليظهر من جديد، ولكن بأي طريقة عاد وظهر؟ في الموسم الماضي من برنامج للنشر كنا قد أثرنا قضية هزت الرأي العام، قضية عائلة لبنانية تعيش في مكب للنفايات وتعتاش منه، وقد تمكننا من مساعدة أطفال تلك الأسرة وتأمين ملجأ لهم. في عندك ولد خامس، وين هو؟ لا أنا ثلاث بنات وصبي. عندك صبي بعد؟ أخوه. عندك غيره بعد وين؟ لا. قالوا لنا ثلاث بنات وصبي. طبعا اللي بكفوا صبي ضايع، صبي قديم مش إلي. عفوا كيف صبي مش إلك؟ مش إلي لا، هي كانت متجوزة قديمة من غير مرا، من غير ابنك ولا ابنه؟ ابنه. لا ابني. ابنه ضايع. ضايع؟ اسمه خالد. نعم اسمه خالد. نعم. رح نتابع هالأمور ورح نلحقها فقط من أجل أربع أولاد وآخر مفقود من أجل إنقاذهم. ولأننا وعدناكم عدنا لنسأل عن مصير خالد الابن المجهول، حيث تمكننا اليوم من الحصول على معلومات أوصلتنا إليه فسارعنا لرؤيته، والذي وبالرغم من كونه يعاني سوءا في عملية النطق كان طلبه الوحيد أريد أن أتعلم. شو بتطلب؟ روح أناسي. وين كنت هالفترة كلها؟ أهرب. وعن مين كنت؟ هذا على الطليق.
ندعى الطلاق بس مسح السيارات. هو ما اجى لعندي دغري الا من الاحد معي هون، بده يروح على المدرسه لحاله. وفريقي؟ وفريقك؟ انا سميت بالمدرسه. مين فريقك؟ مين فريقك؟ ماشي هيك فريقي. شو بدك تعمل هونيك مع الفريق؟ اخلص تدرس؟ اي صف بدهم يحطوك؟ اول. بعد رؤيته والاطمئنان عليه، توجه فريق للنشر الى مكان تواجد اشقائه لنسأل ماذا يعرفون عن خالد. بتمنى لخي يكون بمدرسة ويهتموا فيه. بعد كل ما رأيناه وسمعناه، يبقى السؤال: أي مستقبل وأي مصير ينتظر خالد هذا؟ إذن بعد سنة تقريبا من عرض تلك الحلقة عاد خالد وظهر، ولكن كيف ظهر خالد؟ سنتعرف الليلة أين كان، ماذا كان يعاني، كيف عاد وظهر مجددا إلى العلن، لماذا لم يكن مع عائلته، كل هذه الأمور سنتحدث عنها مع خالد شخصيا الموجود معنا، بالإضافة إلى خالته حنان لوز وخاله أو زوج خالته، خاله أو زوج خالته، زوج خالته بلال طبش. وأيضا معنا سيكون في هذه الحلقة مدير في بيت الرجاء الإنجيلي السيد جان عتر، لأنه يبدو أنه خالد كان عندهم قبل ما يهرب من البيت ويأتي أو يذهب إلى الشارع ومن ثم يأتي إلى خالته. حنان بنبلش من عندك، كيف وصل لعندك خالد بعد كل هالفترة؟ هو إجا أول شيء على الحارة محل ما ربي. نعم. عن بيت أهلي. هو ربي هونيك عند الماما الله يرحمها. أهلي ما استقبلوا، نزل لعند أختي استقبلته النهار، حممته، بعتوا لي بالليل وبقي عندي. أنا تبعت الحلقات كلياتها تبعيتك واتصلنا بحضرتكم تنقلكم أنه هو موجود عنا، بس هو من لما أجا لهلأ يعني نحن ما عرفنا وين كان ولا كيف وصل لهون. طيب قد إيه هو وصل لعندكم؟ إله من الأحد. هلأ؟ إيه، بس أنه كان أربع الصبح بالليل كان بالحارة. بس ما نزل لعند اهلي لا طلع الضو، وبعتوا لي لعندي، ومن لما اجى لهلا على كلمه بدي يضل عندك او يروح على المدرسه ويتعلم ويرجع لعندي. طيب خالد وين كنت انت بهاي الفتره؟ على الطريق. على الطريق؟ شو كنت عم تعمل على الطريق؟ كله مسح سيارات. تمسح سيارات. طيب نحن عرفنا انه كنت ببيت الرجاء. رجاء هو بيعرف الكحالي، بيعرفها كالكحالي. كحالي. ليش تركت ورحت على الطريق؟ ما هني كانوا قاعدينك عندهم وحالك يعني الأحوال منيحة، ليش تركتهم وهربت على الطريق ورجعت رحت عند خالتك؟ هو مفكر لما هرب من هونيك إنه يجي يضل ببيت الماما الله يرحمها. نعم. لأنه هو ربي تحت. ليش هرب من عندكم استاذ جان؟ نحن كلنا استغربنا انه خالد هرب، لانه صار له مده طويله عنا. ونحن قد ايه له عندكم؟ صار له شيء اربع سنين، اربع وشوي. طيب كيف وصل لعندكم؟ نحن بكل الاطفال عنا بيجوا بمحضر محكمي او مدعي. نعم. عام. كل الاولاد بيتحولوا بهالطريقه، كان وقته هو على الشارع بعتقد الشويفات. نعم. ودرك لقطه وما كانش عارف. طيب لما مرقت الحلقه تبع العائله اللي كانت موجوده معنا، انت ما كنت تعرف انه هو الشاب اللي كنا او الولد اللي كنا عم نسال عنه؟ لا. ما كنتوا تعرفوا انه هو الخي المفقود اللي كنا عم نسال عنه؟ يمكن هني كلهم شافوه الحلقه، هو كمان يمكن. ايه. نحن الغريب بالامر انه نحن كل سبت واحد في رحله، واكثر من 40 مره رحنا على طرابلس وبنسأله دائما بتتذكر من وين وكذا، ولا مرة كان يجاوب لنا مثلا بطرابلس، ونمرق بطرابلس ويطلعوا على وفجأة الأغرب من هيك إنه هرب الساعة 7 بالليل. ليش هرب؟ شو كانت الأسباب؟ ما بنعرف يعني. هو من أكثر الأطفال المغنجين والمحبوبين، وكل الموظفين بيغنجوه إكسترا،
لخالد وخدوم وبحب يخدم وبحب يساعد طيب هل مزبوط خالد انه حدا من رفقاتك قال لك انه اذا انه عملت شغله قال لك اذا مزبوط عرفوا فيك ممكن يضربوك لهالسبب هربت؟ ايه احكي معه ايه ليش هني ضاربينك قبل مره؟ مش ضاربينك ولا مره قبل طيب ليه خفت يضربوك اذا مش ضاربينك قبل؟ احنا قلنا العكس انت بتحبه لسيد جان؟ بتحب ترجع لعندون؟ ليه بالاول كنت خايف ترجع لعندون؟ اللي قول اللي بقلبك ما تخاف ما تخاف من شيء يا خالد قول اللي بقلبك تاجي طالت مؤسسة ايه انت حابب ترجع لعندون للمؤسسة ولا كنت خايف انك هربت لانه كنت خايف من عندون ليش قلت لنا انه كانوا يعملوا لك ابرة خايفين ان الابرة هربت طول دكتور يعني انت الليلة حابب ترجع معهم ولا حابب نحن نوديك مطرح تاني قال له يا ايه قال له استاذ لا استاذ جون جاي ياخدك استاذ جون جاي ياخدك بس انت حابب ترجع معه لاستاذ جون محل ما كنت ولا ممكن تروح لهونيك وترجع تهرب في شيء زعجك هونيك خليك تهرب ما في شيء زعجك هونيك ابدا ما حدا بيضربك ما حدا بيعيط عليك استاذ جون هون مؤسسة بتحبه انت ايه وحابب ترجع معهم قال لك شيء بالبيت انه كان يتعرض انه هرب لانه كان مزعوج هلا نحن لما اجى لعنا ما قلنا وين كان بس لما حكينا سبت ما بعرف مين حكينا من هون قلنا له سالتنا انه كيف اجى لعندك قلنا له نحن ما بنعرف وين كان قال نحن عرفنا انه كان بمؤسسه عم جيت وقلت له انه انت كنت بالمؤسسه قال لي ايه قلت له بدك تروح لهونيك قال لي هونيك بيقتلوني ما بيطعموه بالصحن لفيت على طول عم تسمع استاذ جان التعليق يعني كان عم بيقول كلام انه حتى نقال يعني قبل ما شافك يعني لما شافك انا يعني تفاجئنا باللقاء بينك وبينه لانه انا عم بحكي بصراحه وعم نحكي بالعلن لانه في مسؤوليه اليوم هالمسؤوليه هي بين ايدينا وعذرا يعني اذا شوي عم اتضايقك بالاسئله بس هو كان عم بيقول انه حسينا يعني لما شافك تغير كليا تغير يعني كان قبل خايف يرجع خايف يروح لهونيك هلا لما شافك تغيرت الامور شو صحة الكلام اللي كان عم ينحكى قبل انه كانوا يضربوه ما كانوا يطعموه ما كانوا يعني هو احسن شيء اذا بتطلعوا بتشوفوا كيف بيتعاملوا وكيف شو بياكلوا الاولاد انا كثير بلوموني الدولة والجمعية تبعي انه انا بصرف كثير على الاكل للاولاد طعمين احسن اكل وهو بيساعد بالمطبخ كمان خالد بيساعد بالمطبخ اكيد يمكن بيتضايق اصحابه كثير بيحبوه عنده شخص بيضل يتقاتل هو وياه لانه نفس الحاله بس كثير محبوب طيب. انت بهيك وضع تفضل ان يكون خالد مع اخواته بالمكان اللي موجودين فيه اخواته هلا ولا بتفضل انه يبقى عندكم؟ نحن بنفضل نعمل الاشياء القانونيه. الاشياء القانونيه بتيجي مساعده اجتماعيه بتدرس وضع اخواته ووضعه وهن بيقرروا الدوله لانه هو اجى بقرار قضاء لعنا. نعم. اذا القاضي بيقول افضل نحطه عند اخواته اكيد. طيب انا بدي اتوجه بالسؤال لسيد بلال. سيد بلال هل انتم لديكم استعداد اذا خالد حابب يبقى عندكم انكم تتركوه عندكم ولا في عندكم مشاكل تمنع انه خالد يبقى بالبيت اللي هو لجأ له لانه يمكن هذا البيت اللي ربي فيه؟ هلا نحن نتمنى يكون يضل عندنا خالد بس وضع البيت ما بيسمح لانه بيتي صغير كثير وعندي صبي وبنت غيره انا نعم يعني ما بيسمح وضع البيت عندنا انه يكون يبقى هالشاب على طول معنا هلا ممكن يعني اذا بنضلنا نحن اذا رجع على الجمعيه هي ذاتها او حتى على جمعيه ثانيه بنضلنا متابعين حالته وبنطلع عليه بنقدر نجيبه يوم بالجمعه لعنا ما لنا مشكله
نعم. بس أنا كم بدي أعرف شغلي، لأنه ضاعت الأمور علينا. أنا سألت العيلة اللي كانت معي، كان في ضياع، يعني آخر شيء اكتشفنا، يعني ما كنت أعرف إذا ابن الزوج ولا ابن الزوجة. هو ابن الزوجة، مش من زوجها، من زواج سابق. يعني هو منه، ما عنده هوية. ما عنده هوية. ليه ما عنده هوية؟ أنا ما عنده. يعني هو اليوم بلا هوية؟ نحن الأولاد كلهم عندنا بلا هوية. الأطفال عم طيب شو الحل؟ يعني الدولة اللبنانية، طيب اليوم خالد بده يروح على المدرسة، كيف يكون تبعته على مدرسة؟ نحن عندنا مدرسة تقريبا، مدرسة تقريبية، بس معك حق. طيب بده يتزوج؟ يعني بده يعيش حياته. رفعنا هذا للمحامين كتير وساعدونا. نعم. رفعنا للدولة، ما نحن أصلا شركاء مع وزارة الشؤون والجمعية الإنجيلية اللبنانية، بهمها كتير كتير أمر هالأطفال. على اسم مين مسجل هلا هو؟ ما عندي، ما أبدا اسم حدا. نحن كل الأطفال بيجونا باسم أولاني بتقرير الدرك، يعني أو شو بيقول الولد، والولد دائما بيعطي الاسم الكذب حتى ما يعلق أهله أو ما يعلق أصحابه. بعدين بعد 4-5 أشهر بالمؤسسة بنبلش نعرف القصة المضبوطة، بس أول شيء كل الأخبار اللي بتجينا مش مضبوطة أبدا عن حالة الطفولة. وليش والشيء اللي بخوفنا نحن انه كثير اطفال كبروا وطلعوا على المجتمع ودرك لقطهم وحطهم بحبس رومي لانه ما معهم هويه، وهي المشكله رح يلاقوها كلهم. بس نحن ما بنقول لحدا يفل بعد ما يوصل 18 سنه، لانه عارفين هالمشكله هاي. وعبر هالبرنامج بنحب فضل ننزل بصرخه كبيره انه هالاطفال كلهم بلا هويات. شو بنعمل؟ هلا كثير ناس بهالمجتمع اللبناني، لانه معظم الاطفال هيدي بدها قرار من مين؟ بدها من قرار التجنيس. مشكلتنا الكبيره بحكيها بكل صراحه، قرار التجنيس ولا بدها قرار من مثلا وزاره الداخليه؟ ما بعرف دكتور خوري، هذا الموضوع كيف يعالج عاده؟ موضوع التجنيس ولا موضوع النفسي تبع؟ لا موضوع النفسي من ميل، وموضوع الثاني انه معنا اليوم شخص ما عنده ولا أي وراء. هي الأصول أصلا من حيث المبدأ، حيث يلقى القبض عليه بيلقطوه قوى الأمن الداخلي، بيحولوه بسرعة إلى محكمة الأحداث. محكمة الأحداث تاخذ قرار بعد ما تشوفوا الأسيستان سوسيال المرشدة الاجتماعية، وبتحولوا إلى مؤسسات متعاقدة مع وزارة الشؤون. هذه هي الشروط الأساسية. هلأ المراقبة لما يجري داخل هالمؤسسات يتم عبر المرشدة الاجتماعية. قد يكون هناك مآخذ وقد يكون هناك كذب أيضا من طرف الولد، لأنه حسب ما لاحظنا بعض الشيء في شيء من التخلف العقلي البسيط، يعني حتى طريقة تركيزه وطريقة متابعته للأفكار وللخبر كانت دونها يعني. طيب بعد أنا بدي منك شغلي، بس أنه خلص الوقت، بدي منك شغلي بشكل سريع. دكتور أنت قعدت معه قبل ما وصل استيجان لعنا. نعم. شفته قبل استيجان، شفته بعد ما وصل استيجان. نعم. أنت حسيت باختلاف تمام، يعني تام، يعني نعم. قبل ما شاف جان كان شيء، نعم. بعد ما شاف جان كيف شيء صار شيء. كيف تفسر هذه المفارقة؟ اصلا كان خائفا جدا، يعني الى اقصى درجه عم يرجف، كان من راسه لاقصى الاجراء، ولكن ريحني طمني اني لقول الحقيقه، شجعني انه يقول الحقيقه. وقت الشيف الاستاذ جان انقلبت كل المعادلات معه، خبرنا انه بينضرب، خبرنا انه بياكل ابر برقبته، خبرنا انه بهينوه اصحابه بحقروه، خبرنا انه ما في مين يدافع عنه. بعدين صار يقول العكس تماما. يمكن يكون عم بيألف، وبرجع بقول لك التخلف العقلي بيلعب دوره، ويمكن يكون كمان اللي عم بيصير صحيح، وبالتالي دور المرشد الاجتماعي بهالمعادله قد يكون مشكورا اذا تم يعني توسع بعض الشيء لمعرفه الحقيقه. متابعه الموضوع. عم بيجيني كثير مسجات يسالوني ليش هالاهتمام على الهواء بهذا الشكل بخالد؟ يعني طريقة اهتمامك بخالد على الهواء، يعني لأنه خالد وقت ما هرب، نحن من وقت لحد هلأ كل ليلة بننزل ساعات بندور بكل أزقة بيروت. هل قدمتوا بلاغ بهذا الموضوع؟ قدمنا نعم. ولكن هو بكل قلوبنا عنده عنده مكان خاص بشكل وضعه، وإحنا بتعرف وقت ما إجا كان هالقد يعني. نعم. هلا اسم الله ك
كبر وطول وإن شاء الله الله يعطيه مستقبل أحسن كتير من هلأ. ما تنساش كمان أنه قد ما تعمل يمكن بيضل بذاكرته أهله، قد ما تعطيه وقد ما تحبه وقد ما، لأنه أكثر من رسالة وصلت لنا أنه اهتمامك فيه ملفت، وحتى البعض عم بيسأل أنه هل هذا اصطناعي إذا بدك. إيه يعني الناس إلى حق تقيمة. أنا بحبه كتير لخالد، وهو كل صبح بيطلع عندي على المكتب بيصبحني وبينزل، وولادي كلهم بحبوه، ولاد المؤسسة طبعا. مش إنه ما بيتخانقوا. شو عندك عائلة اسم الله؟ عندي 4 أولاد لله. الله يخلي لك. الله يحفظك. بس بنحب نقول شيء يعني إنه نعم. خالد بالرغم إنه طيوب وكل شيء، بس خالد بيعمل مشاكل قوية كمان مع الأولاد، وضربته بتأذي، ضربته قوية. مشان هيك إنه عايشين مع أولاد، يعني أولاد بده يتخانقوا ويلعبوا. نعم. ولكن نحن بنحب مش بس خالد، بنحب كل أولادنا. خالد سؤال أخير. حابب ترجع مع أستاذ جان على المركز؟ أو حابب يكون لك خيار آخر؟ هون شو؟ شو؟ بده لحاله. ما فهمت. بدك ترجع معه ولا بدك تبقى لحاله؟ معه. معه؟ معه؟ معه. منك خايفين من شيء؟ خلاص بدك ترجع معه؟ مشان نطلع نشق عليك كل فترة نطمن عنك فوق وتصيروا كمان باسم الله تعهد، هيدا بدنا اياه منكم انه بين فترة والتانية تطلوا عليه. لا اكيد اذا الله رد. انا ما بعرف شي عنه لمن جمعة، ومن لما راح ما عرفت شي عنه. طيب استاذ جون نحن كمان بدنا نتشكر اهتمامكم، وبنحب اذا بتبعثوا كاميرا تشوف كيف له استقبال. ما عندي ما عندنا شك بس نحن علينا نعمل واجباتنا بهذا الموضوع. نحن علينا نعمل واجباتنا بهذا الموضوع، وما زال هو ارادته كمان هيدي الشيء انه هو يرجع. و شو بلينت بتحكي على تمك شو بك من الاول هيك؟ انتوا لو قايلين له الكحاله مش بيت الرجاء، هو ما بيعرف بيت الرجاء، كان تجاوب غير شكل. حيومي بنقدر ظرفه بي. ايه طبعا طبعا. طيب فاذا انا بدي اتشكرك وحقيقه نعزمك شخصيا والتيم تبعك تطلع تشوف المؤسسه، بيشرفني لانه كل اطفالنا نحن من 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 اطفال المعرضين للانحراف. هيدا بيجيني مسجات يعني خربطولي. نحن إذا الله راد نوعدك بزيارة. خالد هيدا قرارك آخر شيء. أنا كمان بدي أتشكركم على اتصالكم فينا وتبليغنا. حضرتك عرفت من البروموشن على الهواء أنه خالد عنا. كمان أستاذ بلال أنا بدي أتشكرك على اهتمامك بخالد، بتمنى عليكم تضلكم تتابعوه. كمان ما بعرف يمكن الوالدي منا بوضع كتير منيح تقدر. والدتي متوفية. والدته ايه لا ف لا بعيدة عنه هي وزوجها. نعم هي بعيدة عنه هي وزوجها، فلها السبب. اماني منكم. لا اكيد انتوا تاخذوا على عاتقكم. ما عرفنا كيف القينة الحمد لله. شكرا لكم. وكمان نحن اي شخص كمان بيقدر يساعد بهيدا الموضوع بشكل او باخر لخالد ولامثال خالد من هذا من هؤلاء الاطفال اللي كتب لهم القدر انه يعيشوا هيدي الحياه، انه بيقدر يساعدهم بطريقه او باخرى نحن بنكون ممنونينكم. والنداء الاكبر هو للحكومه اللبنانيه، للدوله اللبنانيه، ما بعرف اذا لمعالي وزير الداخليه اذا هو معني مباشره بهيدا الموضوع او لا. رجاء رجاء انقاذ هؤلاء الاطفال، اقلوا انه يقدروا يعيشوا مستقبلهم كباقي الشباب وكباقي الاولاد، انه ما يضلوا حاسين حالهم ناس غريبين بوطنهم. مش ذنبهم اللي هن فيه، مش ذنبه اذا هو غير مسجل، ما عنده يمكن اب مسجل على اسمه، هيدا مش ذنبه، هو خلق هيك. يا ريت الدوله هي تحط كل امكاناتها
على القليلة ورقة، على القليلة أي شيء بيساعد هالولاد يقدروا يفوتوا مدارس، يقدروا يعيشوا حياتهم، يقدروا يتزوجوا، يقدروا يجيبوا أولاد ويسجلوا أولادهم بشكل طبيعي. نتمنى الاستجابة لهذا النداء. ما هو التالي ونتابع. نتابع نحن مع عفوا نتابع وإياكم للنشر وننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع هو يتحدث عن الخيانة بين الرجل والمرأة أو عند الرجل وعند المرأة. فإذا كانت خيانة الرجل، إيه عم بيقول لي الأستاذ تحديدا عند المرأة هذه المرة، فإذا كانت خيانة الرجل في مجتمعاتنا الشرقية شبه منتشرة وتكاد تكون عادية إلى حد ما وشائعة، فماذا عن خيانة المرأة والتي تعتبر أسوأ بكثير من خيانة الرجل وأقل انتشارا وشيوعا؟ هل هذا الكلام بات من الماضي؟ وهل بدأت الزوجات بمنافسة الرجال في مجال الخيانة أيضا؟ والأهم، ما هي أنواع الخيانة؟ وهل يقتصر الأمر على الممارسة الفعلية أو يتعداه إلى النوايا؟ وهل صحيح أنه مسموح للمرأة أن تخون زوجها فكريا وعذريا؟ لماذا تخون المرأة زوجها؟ وحدها هي تستطيع الإجابة على هذا السؤال وعرض الأسباب التي تدفعها للتفكير برجل غير زوجها. بتخون ورا الرجال، بتخون متضايقة من جوزها. المرأة بتخون إذا كان الرجل مقصر، ما بي كيف بدي أقول لك، قبل كل ما بيحترمها بالبيت، لو كان مقصر من ناحية المعيشة ما بيأثر فيها تنطر. يا بتكون الخيانة منه، يا أما بتكون هي بتكون عاطلة. المرأة الخاينة، ليه ما في رجال خاينين كمان؟ ما هي المرأة بتخون لأنه الرجال بيخون، إيه؟ بس لأنه مجتمع ذكوري، يعني يحق للرجل ما لا يحق للمرأة. البلد كله خاين، شو علت على المرأة؟ يلا. مؤخرا كثر الحديث عن الزوجة الخائنة في عدد من الدراسات والإحصاءات والتي تؤكد ارتفاع نسبة خيانة الزوجات في مجتمعاتنا العربية. الخيانة شو معنى الخيانة؟ يمكن بتخونوا بفكرة، بتخونوا بجيبتها، بتخونوا ما ضروري تخونوا سوري يعني بالتخت، فكرة بتخونوا ما ضروري. عم نشوف حالات طلاق كثيرة، وعم نشوف حالات عادية انه بالنسبة للموضوع المرأة انه هي صار عندها عادة، يكون عندها صديق يعني، عندها على الفيسبوك، عندها على اي برنامج بيصير يعني، وصارت عادية القصة يعني. يعني نهاية الطلاق، اكثر من هيك ما فيك تعملي معها شيء. شو بعمل؟ ما بعمل معها شيء، بطلقها وبخلص. لكن في اي حالة تنعت الزوجة بالخائنة؟ وكيف تنظر كل من الديانتين الاسلامية والمسيحية الى هذا الموضوع؟ مجرد هي المرأة إذا هي فكرت مجرد تفكير بشخص آخر هي خاينة. ببعتها بيت أهلها إذا خانت. شو دا قلت اللي فيها على الحبس؟ شي طبيعي يعني. إذن هذا الموضوع الشائك والذي ربما سيكون له ارتدادات كثيرة، يسعدني أن أستضيف للبحث والتطرق إلى هذا الموضوع سماحة الشيخ الدكتور علي أيوب، باحث في الشؤون الإسلامية وأستاذ جامعي، وحضرة الأب أغابيوس نعوس، راعي كنيسة مرياس للروم الأرثوذكس. نبدأ مع سماحة الشيخ، لأنه حضرتك إلى حد ما من أراد أن يتكلم في هذا الموضوع، وفوجئنا يعني لما كنت عم تحكينا بهذا الموضوع تفاجأنا انه هل فعلا هناك من مخارج لامرأة تخون زوجها بالفكر او بالنوايا؟ لانه نحن بنعرف الخيانة خيانة، وحتى المرأة بالنسبة لها حتى بالنوايا تطبق عليها افعال الخيانة. كيف
يعني كيف لقيتوا هذه المخارج؟ نعم. وين تصح وأين لا تصح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. بعد اللقاء ماذا يحصل؟ هون بيت القصيد. موضوع الخيانة، كلمة الخيانة بدنا نصوبها شوي. الله عز وجل خلقنا وركب فينا غرائز وميولات. هذا القلب هو ملك الله، ليس ملك الإنسان. فالإنسان إذا أعجب، إنسان إذا حصل عنده إعجاب، حتى لو كانت المرأة متزوجة أو كان لو كان الرجل متزوج، الأساس أن المرأة لابد أن تكون مطيعة لزوجها، تحرص على سمعته، تكون في هناك إخلاص في العلاقة مع زوجها. لكن هذا الإنسان هو معرض قلبيا بالإعجاب بالآخر، ماذا يفعل الإنسان؟ ما جعل الله في دين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تصويب الموضوع أنه لمجرد الفكر، لمجرد الهاجس، لمجرد الخاطر، دون أن تسترسل المرأة أو أن يسترسل الرجل، هون الأساس. إنسان امرأة متزوجة أعجبت برجل لكن لم تعمل بمقتضى هذا الإعجاب وصولا إلى العلاقة الكاملة، هذا لا بأس. ليش؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الحرمة هذا لا بأس بوجهة نظرك الشخصي ولا لا بأس بوجه الدين الإسلامي تحديدا؟ بوجهة نظر الإسلام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا والقرآن أخبرنا أن الرجل في الإسلام يستطيع أن يعدد الزوجات إلى 4، وهذا شيء معلوم. لكن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة. ولن تعدلوا، ولن تعدلوا يعني بماذا؟ بالمحبة القلبية. ما بيقدر الإنسان يعدل بالمحبة القلبية، بيقدر يعدل الإنسان بالنفقة انه بيصرف على هاي مثل هاي، والمبيت انه ما بينام ليلي اكثر من الثاني عند الاخرى. لكن بموضوع القلب لا يستطيع الانسان ان يعدل، لانه هذا القلب لا يستطيع الانسان يتملك به. فاذا هو الموضوع، ولكن لم يقل ان يحق، انه يحق للمراه اذا كانت على ذمه رجل اخر ان يحق لها بان تفكر او هذا الفكر ليس اراديا، وفي علم الفلسفه يسمى ميل فطري. في علم الاجتماع في شيء اسمه فطري، أو في الفلسفة فطري، يعني لا إراديا لا يستطيع الإنسان يتحكم به. أنت اليوم إذا أجاك خاطر من الخواطر، هاجس من الهواجس، كيف تطرده؟ لا تستطيع أن تطرده. والإنسان الذي يقول أنه لمجرد الظن أنها تكون خيانة، هذا يجعل في الدين عسر، والدين يسر وليس عسر. أبونا تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وعلى دهر الداهرين، آمين. في المسيحية ليس من ذكر وأنثى، الجميع واحد، وتطبق عليهم نفس التوصيات ونفس الواجبات إذا قلنا بالواجب. ولكن الكتاب المقدس يقول بصراحة وبوضوح تام أن الخطيئة إذا حبلت تلد إثما، أي أنك أنت أيها الإنسان لابد من أن تقصف في دنياك، وخاصة من العين التي تنظر كثيرا لأشياء كثيرة. ولكن عليك ألا تجدر هذه العين، وألا تعيد إلى فكرك ما لم يسمح الله به، لأن الخيانة هي خيانة، وكل الخطايا تبدأ بالفكر. فإذا أنت استسلمت للخيانة التي تبدأ في الخط في الفكر، فإنك مستسلم لكل خطايا الدنيا، لأن ليس من خطيئة إلا وتحدث بالفكر أولا. فمن أجل هذا قال الأباء القديسون عندنا في المسيحية أن عليك أن تطهر الفكر أولا، لأنك إن لم تطهر الفكر فأنت مدنس نفسا وجسدا. لأن التفاحة قبل أن تأكلها أيها الحبيب توني لابد أن تشتهيها، فإن اشتهيت هذه التفاحة فأصبحت لك فقط للأكل، فتصبح هذه خيانة. ولكن سمحت شيخ يقول شيء كتير مهم، عم بيقول إنه الإنسان لا يستطيع أن يتملك بأفكاره ولا بنواياه. يعني أنا اليوم لما تراودني فكرة أكثر شيء بجرب إني طلعها من راسي بس. هذا ليس صحيح حقيقة، مع احترامي الكبير إلى فضيلة الشيخ، وهذا حتى ليس صحيح في الإسلام، لأن الفكر عند الإسلام إنما مضبوط من قوة الله. لأنك أنت عليك ألا تستسلم في جهاد مرير، لأنك إن استسلمت للجهاد أو إنك إن خضعت لتوترات الدنيا فأنت لست بإنسان. لأن المسيح يسوع أولا في المسيحية، وحتى بتمنى يكون هذا صاحب الإسلام، أن المسيح يسوع إنما علمنا أن نقوى على ضعفنا. لماذا تجسد الإله بلغتنا نحن المسيحيين؟ لكي يعلمنا أن نكون آلهة بالفعل. والكتاب المقدس قال كلمات صريحة وجادة، كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. والقداسة في لغة المسيحية هي أنك أن تكون أنت غالبا ولست مغلوبا، فإن كنت أنت مغلوب فأنت لست على سنة إلهك.
هون في الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقسم بين زوجاته فقال: اللهم لا تؤاخذني بقسمي، اللهم لا تؤاخذني بقسمي، زوجاتي ملك لي لكن القلب هو ملك لك يا رب. فهذا القلب في اللغة العربية سمي قلبا من شدة تقلبه. ولكن هنا أشكر سماحة الشيخ. نعم، ولكن على هنا 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 القسمة بين حلاله، يعني هون يعتذر من ربه على قسمة حلاله، ولكن هذا لا ينطبق على التملك شعور. التملك هو لله كما قال سماحة الشيخ، يعني القلب يتملكه الإله، فالإله عندما يتملك القلب لا مكان له للظلمة، لأن لا إمكانية للاختلاط بين الظلمة والنور، قد تداهمك الظلمة ولكن الإله الذي يتملك على القلب هو الإله الذي يضيء القلب. مشان هيك بيصير القلب هو لله. نعم. هون قص لنا القرآن الكريم قصة امرأة العزيز التي أرادت أن تغوي سيدنا يوسف عليه السلام. هذه المرأة أرادت أن تغوي يوسف هذا الشاب الذي أوطي شطر الحسن، كان جميل الخلقة، فأرادت أن تغويه وأرادت أن تفعل معه الفاحشة، لكنه امتنع لأن يوسف نبي رسول معصوم عن الرذيلة والخطيئة وعن الكفر والكبائر والصغائر الخسة كغيره من إخوان الأنبياء من لدن آدم إلى محمد مرورا بموسى وإبراهيم وعيسى عليه وعلى رسولنا السلام. فإذا الموضوع كلمة خيانة لابد أن تصوب. الإنسان عليه أن يكون مخلصا لزوجته، صحيح. عليه أن تكون مخلصة لزوجتها بكل ما تعني الكلمة. نعم. لكن نحن أمام مجتمع حافل بالمغريات، مليء بالمطامع، بالنزوات، بالشهوات، هذا الإنسان معرض، نحن لا نشجع، وإنما الحكم الشرعي الصائب الذي يتجسد فيه وسطية الإسلام، الرأي الوسطي الذي لا غلو فيه ولا جفاه، أن هذا الإنسان وهذه المرأة تحافظ على طهر بيتها، تحافظ على سمعة زوجتها، لكن فيما لو حصل هذا الأمر ماذا نفتي، ماذا نعطي؟ لا نذهب إلى كلمة الخيانة بالمطلق. ماذا تفتي؟ لا نذهب إلى كلمة الخيانة بالمطلق إلا إذا عملت شخصيا. ماذا تفتي؟ نحن يعني أنا عفوا على هذا السؤال، إذا ساورك شك ما بأنه، برجع بقول عفوا على هذا السؤال، إذا زوجتك فكرت هيك مرأت صورة براسها بمكان ما، حضرتك الذي تدافع عن هذه وجهة النظر الليلي، هل أنت تسامح زوجتك على تلك الفكرة التي تراودها؟ في فرق بين المسامحة هذا شيء، وفي فرق بين الحكم الشرعي أمام الله عز وجل. ألا تعتمد حكم الشرعي الرجل؟ ألا تعتمد الحكم الشرعي كيف بعلاقاتك الشخصية اليوم؟ طبعا أنت تسألني، عم تقلي رأيك الشخصي. رأي الشخصي هو متجسد في القرآن والسنة، وهو نعم. الرأي المنطقي الذي يقبله العقل السليم. عندما تنعت المرأة بالزانية، كيف أحكم على المرأة بالزانية؟ من خلال الصيت أو من خلال الإشاعات أو من خلال ما يبث وسائل الإعلام أو في الإنترنت؟ في هناك قرائن. أنا كشخص، يمكن الإنسان الذي تعرض أو يسمع أو إشاعات يمكن يستاء قلبيا، نحن بشر، لكن أنا لا أستطيع أن أحكم على امرأة بأنها امرأة زانية إلا إذا في هناك قرائن، لمجرد أنها لبست لباسا فاضحا أو لمجرد أنه حكت كلام فيه ألفاظ نابية. الزنا هو يتجسد في الممارسة الكاملة، هذا هو الممارسة الكاملة الجنسية. أما ما قبل الزنا من ملطفات ومداعبات هذا ليس الزنا، هذه مقدمات. نعم. للزنا. نحن نقول إذا بدنا نصوب كلمة خيانة، إذا استرسل الإنسان، وبحط 100 خط تحت كلمة الاسترسال، يعني عمل بمقتضى هذا الفكر، فكر، جاءه هذا الهز وعمل واستمر هذا إلى بلوغ العلاقة، هنا حصلت الخيانة وهذا هو محرم. أما مجرد أن الإنسان أن يحب زوجته أو أن يحب مخطوبته، طب اليوم إذا خطب الإنسان امرأة في الإسلام قبل أن يعقد عليها، هي أجنبية عنه، يعني منا حلال؟ لا، نحن عم نحكي بغير موضوع. ماشي. نحن عم نحكي أنه امرأة متزوجة أعجبت بشخص غير زوجها. أمر الزوجة أمر أصعب من الرجل. طيب، ما هذا اللي أنا عم نناقشه اليوم. لكن إذا هذه المرأة أعجبت بشخص غير زوجها، ولكن ما فتحت معه ولا أي قنوات اتصال، ولكن كان في إعجاب، يعني سمحت لنفسها أن تعجب فيه، هل هذا يعد؟ هذا السماح إذا أتبع بالاسترسال في عمل معين، لم وصولا لم يتبع، مجرد بس إعجاب بالنظر، هذا لا يحتمل. إذا قاعدة بينها وبين نفسها وعم بتفكر فيه لهذا الشخص اللي شفته، وعم تتخيله بمشاهد معينة بمخيلتها فقط. هذا موضوع المشاهد موضوع آخر. تخيلت بمخيلتها أنها تمارس معه شيئا معينا ويحصل شيء معين، هذا شيء وضع آخر. في شيء اسمه زنا القلب، يعني أنه بيتخيل الإنسان أحيانا أنه هذا الرجل يقيم معه فاحشة حتى من دون ممارسة مطلقة، بس مجرد بالقلب، هذا محرم. بس نحن عم نقول الخاطر
الخاطر ليس أنه يتخيل الإنسان أنه هو يقيم علاقة بمجرد هاجس. أعجب يا أخي اليوم المرأة قد تعجب بتسريحة شعره للرجل، بسعته قد تعجب، وأكثر الناس في هذا الزمن والنساء معجبين بالفنانين والمطربين واللي بيطلعوا وسائل الإعلام وبينعجبوا. هذا مجرد الإعجاب لمجرد النظرة الأولى، ليس خيانة. يعني لا نستطيع يعني أن نعمل يعني هذا يجوز. عم نحكي عن خيانة، كلمة خيانة أنا بحددها بها بهالموضوع. إذا استرسلت المرأة في علاقتها مع الرجل اللي هو غير زوجة وصولا إلى العلاقة المحرمة من مداعبات ومن قبل و هذه هي الخيانة. أما نحن عم نقول مجرد الخاطر، مجرد الفكر، مجرد الإعجاب بالنظر دون استرسال، دون عمل بمقتضى، مش أنه خلص أنه لا ماشي الحال منكتر، لا هذا الموضوع بدنا نصوبه. مش الموضوع يسمح لك، هل يسمح لك أنت رجل دين مسيحي؟ قول. لا أنت رجل دين مسيحي، وبنعرف يعني من الأمور الأساسية هو إنكم ناظرين العفة. نعم. بهذا الموضوع 100%. طيب بس أنت كرجل يعني بما تمتلك من أحاسيسك ومن مشاعر، لابد من أنه يوم من الأيام بيمرق بخاطرك شيء أو بيمرق قدامك منظر. طوني معلش خليني أوضح لك لألك. أنت كمان بالنسبة للسؤال بعتقد عم تسأل خطأ. فضيلة الشيخ اللي قاله مضبوط 100%. مجرد أن تقصف أنت بفكرة إنها لم تحبل هذه الفكرة فليست بعد خطيئة. ولكن فإذا اتفقتوا على هذا الموضوع أكيد. لماذا؟ ببساطة كلية لأن لا تستطيع أنت أن تلغي كيانك الإنساني والبشري ما دمت على هذه الأرض، فلابد لك أن ترى وأن تقشع وتشم وغيره. ولكن ما أقوله وما يقول الكتاب المقدس بنفس القوة، يقول الكتاب المقدس ولأنه قلت ما في رجل ولا امرأة، بدي أتكلم باللغة الذكورية التي تكلم فيها الرب يسوع المسيح. يسوع المسيح ماذا قال؟ قال بوضوح كامل: من نظر إلى مرأة، يريد تسمعوني منيح، إلى مرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني أنت في مجرد أنت هلأ طلعت دعاية وقصفت بمشهد، أنت حتى الآن بعدك بريء. لماذا؟ لأنك لم تتخيل هذا المشهد ولم تجتر هذا المشهد. فإذا من نظر لمرأة، يقول المسيح، من نظر إلى مرأة ليشتهيها، يعني هو في فكره يريد أن يسترسل في فكر الخيانة، فحينها تصبح الخيانة خيانة. أنت عم تقول لي يا أبونا أنت نذرت العفة. أنا نذرت العفة صحيح. لماذا؟ لأنني أريد أن أكون كاملا في المسيح يسوع. ولكن هذا لا يعني إطلاقا أنه ما عندي إمكانية أن أتواصل مع الجنس الآخر وأن أن أرى فيه وجها ليسوع المسيح. يعني ليس كل وجه آخر بالنسبة لي هو وجه عفن أو وجه متخذني لكي أمتلكه. وبعدين في شغلة تانية بتقولها المسيحية مهم كثير، مش هيك أنا عم أقول عن الخيانة أنها مرفوضة. شو بتقول الكنيسة ببساطة كلية مش ما يأخذ لك كل وقتك؟ بيقول بالزواج أنت تتحد فيصبح الاثنان واحد. فبمجرد ما أنت تسترسل في أن تعطي نفسك لآخر ولا إن كان بالفخذ، فأنت تكون قد قسمت هذه الوحدة التي حددها. بدي أحدد شغلة مشان موضوع النظر بس. نعم. النظر، الرجل في الإسلام إذا نظر إلى المرأة نظرة شهوة، نظرة شهوة، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بشهوة، هذا محرم. نحن ما عم نحكي عن النظر، نحن عم نحكي عن الخاطر. النظر إذا كان بشهوة فهو محرم طبعا. نحن لا نتكلم عن النظر لأنه في وزين العين النظر كما أخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، زين العين النظر. لكن نحن نريد أن نتكلم بلغة المنطق المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، عند الإنسان في الإسلام الذي يتناسب مع الفطرة. هذا موضوع الخيانة لمجرد أنه إذا امرأة تكلمت، إذا امرأة، هذا موضوع خيانة، موضوع عميق لا نستطيع أن نعمم إلا بضوابط معينة. وإذا أتاك الحبيب بذنب جاءت محاسنه بألف شفيع. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور علي أيوب، شكرا لك حضرة الأب أغابيوس لأنه قريتها كمان هون أغابيوس بأكابيوس نعوس، راعي كنيسة ملياس الروم الأرثوذكس. شكرا لكم على هذه المداخلة. وما هو التالي ونتابع للنشر؟